كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قطر ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارتها خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في الدوحة عام 2020. وذكرت تقارير إعلامية أن كبار المسؤولين في قطر وعدوا بأن يسمح للمشجعين الإسرائيليين بدخول الدوحة بحرية كاملة حتى من خلال جواز سفرهم الإسرائيلية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب والنظام القطري.